أحدهم يسأل يقول يا شيخ إني أحبك في الآخرة، مشكلتي أنني أتكاسل في النوافل وأخاف من المعاصي، أذنب وأستغفر ثم أعود للذنب، فما الحل؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. ليس هناك إله غير الله فأحيلك إليه، فإن أذنبت وأذنبت أنا وأذنب غيرنا ليس لنا إلا التوبة. الله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. والله من رحمته لما أهبط آدم إلى الأرض للذنب الذي أصابه من عظيم رحمته علم آدم كيف يتوب ثم قبل منه التوبة. قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فاسأل الله أن يرزقك التوبة وأن يقبلها منك. هذه ناحية. ناحية أخرى، انظر إلى قدراتك، قد لا يفتح عليك في باب النوافل فلا يعني أن الأبواب الأخرى موصدة مغلقة، فانظر أين قوتك. بعض الناس لا يحبب إليه المال فتكون قوته في الإنفاق، بعض الناس يمتع بوجود والديه فيكون قوته في بر والديه، بعض الناس يجعل الله على مقربة منه يتامى فيتقرب إلى الله بالإحسان إلى اليتامى. فالمقصود من هذا كله أن الإنسان يبحث عن موطن قوته ويأتيه.